المحترم سيدة السادة الحضور كل باسمه وصفته، حضرات سيدة السادة نجوم الشاشة وصناع الدراما التلفزية وضيوف الكناس أحبابكم في الكناس، في البداية اسمحوا لي أن أرحب أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة ساكنة الكناس وأن أعبر لكم عن باية سعادتي بالحضور معكم ومشاركتكم في فعاليات مهرجان الدراما التلفزية في دورة التلفزيون. هذا المهرجان الذي يعد من أهم تظاهرات الثقافية والفنية التي تحتضنها المدينة، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع مجلس جماعة الكناس وجمعية العرب الحر، حيث يعتبر فرصة مهمة لإفساح المجال أمام مبدعي الدراما التلفزية للإنسان في تعزيز دور التلفزيون في تقرير النتوج الدرامي لجمهوره المحلي والوطني وخلق نقاش مثمر وبناء بين المبدعين والنقاد والطلبة والمهتمين، فضلا عن تطوير الإبداع في مجال الدراما التلفزية. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الناس قد أعطت أهمية بالغة في برنامج عملها 2020-2027 للمجال الثقافي والفني، إيمانا منها أن التنمية الشاملة والمستدامة التي تشكل الإنسان صلب اهتمامها لا تتم إلا على الاستثمار الواعي في المجال الثقافي والفني. كما أود أن أدعوكم وأدعو المنظمين إلى التفكير في برمجة أنشطتكم في أنحاء المدينة، في أنحاء متفرقة بالمدينة، خاصة أن مدينة الكناس تنعم بمساحة خضراء وحدائق تاريخية وخلابة وتحتوي على غطاء ذات جودة عالية في جميع أنحاء المدينة. وفي هذا الصدد نأمل أن تستمر هذه الشراكة وتتطور بما يسهم في الانتقال لهذا المهرجان المتفرغ ليتخذ الأبعاد الدولية. لا سيما أن مدينة الكناس بفضل خبرات أطرية التقنية والإدارية اكتسبت تجربة هامة في تنظيم تظاهرات دولية من قبيل الوثقة الدولية للفلاحة ومهرجان الخليجية والعربية. وبهذه المناسبة أعبر لهما باسم ساكنة الحاضرة الإسماعيلية عن تقديرنا الكبير وعن صدق متزامنيتنا لهما بظفور الصحة والمزيد من العطاء في مسيرتهم الفنية التي تروم الاهتمام بقضايا الإبداع عموما والدراما التلفزية على وجه التحديد، إلى جانب ثلة من المبدعين والمبدعات المغاربة المتواجدين معنا في القاعة وكذا من لم يتمكنوا من حضور هذا الحفل. وفي الأخير ومرة أخرى أجدد الترحاب بضيوف الكناس، جميع الضيوف الكرام الذين وفدوا علينا من مختلف المملكة، وأرجو لهم طيب المقام في مدينتهم مكناس العزيزة علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.